آه سائل يقول في رمضان انا عندي حفيز محل آه للاحذيه عزكم الله فما تركي لي فما حكم تركي لصلاه التراويح مع الجماعه حيث اصلي الفرض واخرج لمكاني هل خسران عليك عليك ان تصلي التراويح مع المسلمين وتذهب الى دكانك بعد التراويح فتجمع بين الحسنيين تجمع بين الحسنيين صلاه التراويح وطلب الرزق